ما سمعتك بتصرخ جيت على طول. انا اسف نسيت اقولك على موضوع الكلب. في حاجه تتنسى يا رامز؟ اقول لك ايه، خدنا على المستشفى بسرعه. يلا يلا. طمني ان ليلى عامله ايه؟ اتكلمتي معاها؟ بصراحه لا، لقيتها متضايقه ما حبيتش اضغط عليها. مش فاهم ايه اللي جرى، ايه اللي خلاها تفسخ خطوبتها من مالك فجاه كده؟ ايه كان في بينهم خلافات؟ مش عارفه والله يا بابا، انت عارف لينا لا بتتكلم ولا بتشتكي ولا قالت لي اي حاجه. والحقيقه يعني هي لو كانت سالتني رايي ما كنتش هفيدها باي حاجه، لان انا نفسي ما بقيتش اعرف احكم على الناس. والله عندك حق يا بنتي، البني ادم مننا دلوقتي بقى بينخدع حتى في اقرب الناس ليه، بنفتكرهم طيبين وبيطلعوا في الاخر اشرار، اصلنا بنتعامل معاهم بحسن النيه. صحيح، بس تفتكر احنا اتخدعنا في مالك ده؟ يعني ممكن فعلا يطلع انسان مش كويس؟ لا يا حبيبتي، انا ما قصدتش مالك خالص، انا مالك تقريبا ما اعرفوش وما اقدرش احكم عليه. ايه اللي في ايدك ده يا علي؟ مفيش حاجه، ده كلب عضني في الشارع. يا نهار اسود كلب! استني بس، ده رحت المستشفى وكل حاجه. عقموها لك واخدت الحقنه؟ عملت كل حاجه في المستشفى، عملوا اللي لازم، متقلقيش. طب خلاص تعالى ارتاح فوق، تعالى ارتاح. طب ممكن بس تقعدي انت؟ ازيك يا جد؟ اهلا. ممكن تقعدي انت بس وما خلاص؟ لا لا، انا مش هقعد ولا هرتاح غير لما اطمن عليك. انا اذنك يا بابا، تعالى بقى ما توجعش قلبي، تعالى. باذنك يا جد. زورو! 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 صباح الخير. صباح النور. ايه؟ ما تيجي نخرج بره نفطر سوا، عايز اتكلم معاك شويه بعيد عن البيت. بابي لو هتتكلم في موضوع مالك الموضوع ده اتقفل خلاص. مالك ندمان على كل اللي قاله واعتذر لي شخصيا، وعنده استعداد يعمل اي حاجه عشان تسامحيه. بس مالك يا بابي ما غلطش في اي حاجه قالها. قصدك ايه؟ قصدي اني عرفت كل حاجه يا بابي، عرفت ان علي هو حسن، وعرفت كمان ان حضرتك اللي خططت لكل ده. جدك قالك؟ ايوه. ما قالكيش انا عملت كل ده ليه؟ طبعا قال لي، قال لي انك عملت ده كله عشان تصلح اللي حصل قبل كده، وعملت كده عشان مامي. بس للاسف يا بابي انت ما صلحتش اي حاجه، انت اذيتنا كلنا. انا عارف ان انا غلطت وما حسبتهاش صح، بس انا كان قصدي كويس. انت اكتر واحد عارفه الهام كان حياتها عامله ازاي. لما رجعتش تاني الهام اللي انا اعرفها الا لما اتاكدت ان احنا لقينا علي. انا كنت عايز اساعدها واساعدكم. بابي انت بتبرر لنفسك ايه؟ انت جايب واحد يمثل علينا ان هو مننا، واحد غريب اوضته لازقه في اوضتي. هو انت كنت بتحس بايه وهو بيقرب مني انا ومامي كل يوم؟ كنت بتجنن طبعا. كان بيبقى هاين عليا ارمي بره البيت. ما كانش بيوقفني بس غير الهام. كل ما بيبعد بلاقيها منهاره وملهوف عليه. ما كنتش عايز ابوظ كل اللي عملته. اعذريني يا لينا.
كانش قدامي أي حل تاني. كان لازم الأيام تبطل تدور على علي. إحنا عشنا حياتنا وعمرنا بندور عليه. خلاص ما عادش عندي احتمال ولا عندكم حتى نتعرض للنصب تاني. الدائرة دي كان لازم تتقفل. فجبت لنا بنفسك النصاب اللي صدقناه كلنا وتعلقنا بيه. للأسف يا بابا أنا مش قادرة أعذرك. الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت كنت المفروض تعملها أنك تيجي تقول لنا الحقيقة إن علي خلاص مش راجع تاني. كنا هنتعب في الأول بس بعد كده كنا هنبقى خلاص تعودنا. مهما قلت لك مش هقدر أوصل لك أنا أتمنى قد إيه. مش هعرف أرجع اللي فات بس أبعدك أصلح كل ده. بس إديني فرصة. أنت ممكن تصلح أي حاجة في الدنيا إلا صورتك اللي اتهزت في عينيا. أنا كنت بشوفك مثلي الأعلى يا بابي بس خلاص ما بقتش شايفاك كده. أنا الحاجة الوحيدة اللي مقعداني في البيت ده مامي ومروان. لولا هو أنا كنت مشيت ورحت عشت مع جدو. صعب عليا أوي أسمع منك الكلام ده أنتي بالذات يا لينا. طول عمرك أقرب حد ليا في حياتي. ما تقسيش عليا أوي كده يا لينا. ايوه عبدو انت فين؟ والترابي ما جاش ليه؟ زورو لازم يدفن حالا. وانت مال اهلك؟ الحمد لله مفيش حراره. ما مفيش حاجه والله بس دي هبشه كلب يعني ما تعملش اي حاجه فيه. ما تستهونش بالموضوع ده. انا عندي واحده صاحبتي بنتها توفت بسبب عضه كلب وعشان كمان اهملوا في علاجها. عشان كده يا حبيب ماما انا مش همشي من هنا غير لما اطمن عليك وتاخد كل ادويتك. هو في كده؟ هو ايه اللي في كده؟ عمر ما حد اهتم بيا الاهتمام ده قبل كده. عارفه لو مت دلوقتي هكون مبسوط قوي. الشر عليك ما تقولش الكلام الوحش ده. والله العظيم هقوم اجيب لك حاجه تاكلها. لا 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 انا مش جعان. خليكي بس قاعده جنبي كده. بس كده من عينيا يا حبيب ماما. عارفه انا كتير بفكر انا عملت ايه في حياتي حلو عشان استاهل منك كل الحب والحنان اللي انت بتديه لي. انت بتجيبيه منين يا ماما؟ محوشهولك يا نورين ماما. حوشهولك من يوم ما غبت عني. كل لحظة قلبي اتخطف فيها لما اتقال اسمك وانت مش معايا. كل فرحة ما عرفتش افرحها عشان انت مش موجود. كل احساس خوف عليك ما وصلكش عشان انت بعيد عني. كل ضحكة كان نفسي اشوفك بتضحك. عارف يا علي لو فضلت عمري كله أقول لك أنا قد إيه بحبك وحاول أعوضك اللي فات مش هتكفي. أنت كده بتصعبي عليا اللي أنا كنت عايز أقوله لك. إيه اللي أنت كنت عايز تقوله لي؟ أنا
عاوز اسافر بره. انا عاوز اتعلم كده عشان ابقى برنس كده تفتخري بيها قدام الناس. عايز تسيبني وتمشي تاني عادي يا حبيبتي؟ مش هطول والله عليك، انا كلها كام سنه وارجع بقى بالشهاده الكبيره. وعلى فكره خلي بالك انت، يعني لو احتجتيني في اي وقت انت بس جربي تفكري فيها كده هوا كده تلاقيني عندك، لو في اخر الدنيا والله، لو في اسكندريه. مش عايزة بقى ان هي واقف في طريق مستقبلك. ممكن توعديني ان مهما حصل اي حاجة في الدنيا مش هتزعلي مني؟ ليه بتقول كده يا علي؟ لا عادي، انا حبيت بس اقولك كده. انا عمري ما زعل منك ابدا. وانا انام شوية. يلا ارتاح لك شوية. بقى لنا ساعة مستنيين الراجل ده، ما جاش لغاية دلوقتي ليه؟ معلش يا باشا، أصل بيدفن وجاي على طول. ما تقلقش حضرتك، زمانه جاي وعلى وصول. أنت بتعمل إيه هنا؟ ياسمين، ياسمين قتل وزوره، قتل وزوره. طب أنت جايبه هنا ليه؟ جاي عشان أدفنه. أدفنه؟ آه. جنب ماما؟ أنت أكيد اتجننت. ياسمين أنت ما بتعرفش معزة زورو ده عندي عاملة إزاي؟ دي حاجة ما تخصنيش، ده مدفن عيلة ماما، يعني أكيد مش هتدفن كلبك هنا. أنت مش فاهم حاجة، الكلب ده كان أوفى ليا من أمك. أنت إزاي تتكلم عن ماما كده؟ ماما دي كانت أشرف واحدة في الدنيا. أنت مش فاهم حاجة. نزل إيدك، أنت لولا إنك أبويا أنا كنت اتصرفت معاك تصرف تاني. اتفضل امشي، ومش عايز أشوفك تاني، اتفضل. أنا بقولك الراجل ده لو جه هنا تاني تكلمني فورا. مفهوم؟ أين يا ريس؟ حاضر. أنا ما كانش قصدي موته، أنا زعلان من نفسي جدا. وأنت يعني كنت هتعمل إيه يا رامز؟ وبعدين مش أنت بتقول إن هو كان هيعود صاحبك؟ هو صحيح مين صاحبك ده؟ ده واحد صاحبي، انتي متعرفوش. في ايه يا رامز؟ عايز تقولي حاجة؟ اه يا سارة، انا في حاجة كتيرة جدا شايلها في قلبي ومحتاجة احكيلك. طب ما تقول في ايه؟ قول بقى، وقعت قلبي في ايه؟ كونجراتيليشن يا رو. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ I'm so happy for you يا حياتي. ازاي ما تقوليش؟ بجد انا ما كنتش عامله حسابي اصلا، كنت بفكر اجل السنه دي لحد يعني ما الامتحانات تخلص، بس مروان هو اللي اصر. طب بقى قولي لي، هتعملي الخطوبه فين؟ اه، وهتعملي الخطوبه امتى؟ I don't know yet، بس ان شاء الله يعني اول ما نجهز هقول لكم عشان تبداوا تظبطوا. Congratulations. I love you. ما كانش في اي حل تاني غير كتب كتاب يعني؟ لا، في ان انا اتهرب من المسؤوليه بقى واطلع عايل وشغل الافلام ده. يا ابني ما مش مسؤوليتك لوحدك، ما هي طلعت معاك برضاها وبمزاجها، وانت ما كنتش في وعيك، كلنا شاهدين على الكلام ده. مش هتفرق بقى شاهدين ولا مش شاهدين، النتيجه واحده، المهم ان انا غلطت دلوقتي وبصلح غلطتي. طب وليلى؟ خلاص خلصت. معلش، اكيد مع الوقت هتنساها. والله انا مش ممكن انسى ليلى يا لؤي، كل كان فاكر ان انا بقضي معاها يومين بقى وهفوق من اللي انا فيه وهنساها، بس ليلى كانت بالنسبه لي الحب اللي بيجي مره واحده في العمر. انا اول مره اسمعك بتتكلم على بنت بالطريقه دي. فك بقى، هي لو بتحبك بجد اكيد هتعرف انك كنت مضطر تعمل كده وهتسامحك، هتشوف. حتى لو سامحتني ليلى مش ممكن ترجع لي وهي عارفه ان انا بقيت مع واحده تانيه، بس عارف أنا ما استاهلش غير إن أعيش مع واحدة زي أروى دي.
مروان مبروك يا مارو. مبروك اخيرا كده برده ما تقولناش. معلش بقى جت فجأة والله. الفرح هيبقى تحفة ان شاء الله. احنا بقالنا كتير قوي مستنيين وبجد مش مصدقة. مبروك. يعني انت كنت مخطط من الاول خالص انك هتشتغل عند راجي عشان تنتقم؟ انا جوايا نار يا سارة نار. ساعات كتير كنت بتمنى ان انا اعمل حادثه ويكون راجي معايا في العربيه واموت انا وهو واخلص من العذاب اللي انا فيه ده. بس ابويا وامي ابويا وامي عايشوا ازاي؟ لا انا مش قادره اصدق. انا حاسه ان انا قاعده مع واحد ما اعرفوش. انا حاسه ان انا اول مره اتعامل معاك اصلا. رامز هو انت ازاي قدرت تخبي عني كل ده؟ انا خبيت عليك يا حبيبتي عشان انا خايف من رد فعلك. مش عايزك تسيبيني. ما كنتش عايزك تزعلي مني. اه وانا بقى كنت جزء من الخطه دي صح؟ يعني قلت تمثل ان انت بتحبني عشان تحبوكها كويس وهو المره عشان تطمن على اخبارهم عن طريقي مش كده؟ لا 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 يا ساره خالص. ساره انت حبك ده هو الحاجه الوحيده الحقيقيه في حياتي. ما تظلمنيش يا ساره بجد مش هيبقى انت والدنيا عليا. انت اللي بتظلم نفسك على فكره يا رامز. هو انت فاكر ان انت لو انتقمت هترتاح بجد؟ لا خالص انت عمرك ما هتحس بالراحه. ضميرك ده هيفضل يعذبك. يعني انا ابويا يبقى قاعد مستني الموت وهو قاعد بصحته وسط ولاده في بيته؟ هو ده العدل؟ العدل عند ربنا. السماء والارض شاهدتان على الظالم ويسمع الرب صراخ المظلومين فلا يظلم احدكم قريبه. اتقي الهك. فاكرها دي؟ رامز ممكن توعدني انت تشيل فكره الانتقام دي من دماغك خالص؟ واول حاجه لازم تعملها انك تسيب الشغل عندهم. ممكن؟ مش بالسهوله دي. لا بالسهوله دي. اي حاجه انت عايزها هتعملها. ممكن بقى توعدني؟ ولو لسه فعلا عايزني وعايزنا يعني نفضل مع بعض ونكمل لازم تسيبهم خالص. طب عامل ايه مع كمال باشا؟ ماشي يا كيم. طب انا اول ما اصحى اكلمك يا حبيبي. معلش سلامك يا كيم. عامل ايه؟ الحمد لله فل. انا كنت عايزه اجي اطمن عليك قبل ما اروح الشركه الصبح بس مامي قالت لي انك نايم. معلش انا عندي شويه حوارات ومشاكل عشان كده اتاخرت عليك. ستر رب. مشاكل ايه؟ طب تعالي طب نتكلم جوه. تعالي. ايه بقى ست المشاكل اللي عندك؟ انا ست مالك. حياه ابوكي؟ لهوي يا معلش انا اسف والله بس رد فعلي. بس انا لما وبست لساني بيتلدل مني ومبعرفش بقى انا بقول ايه خالص. وانت ايه اللي باسطك قوي كده؟ هو انت مش المفروض تكون متضايق عشاني؟ بس انت ما بتحبيش مالك لينا. انا وبتحبني انا صح؟ بس برضه مش معقولة يبقى كل اللي انا بحس بيه ده تهيؤات. نعم يعني مش بتنطقيها بلسانك بس انا بشوفها في عيني. وانا ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه مستكتر عليا انك تقوليها لي؟ ليه يا مش هينفع يا حسن مش هينفع. طب وايه طيب اللي مش هينفع؟ بس انا مش انت تسيب الاوضه دي وترجع تتربي تاني في الملحق. انت فاهم؟
فاهم. قلت لك 100 مرة تبعد عن بنتي يا حيوان، عشان لو ما بعدتش عن بنتي هقتلك. أنت فاهم؟ شبح. أنا بحب لينا. إيه ده؟ في إيه يا عبد الملك؟ يا حبيبي فيك إيه؟ ليش بس شئت شوية؟ لا لا إحنا نجيب الدكتور أحسن. لا الدكتور إيه بس؟ هو كويس. طب إيه؟ طب تعال ارتاح. ارتاح اعمل معروف. أجيب لك مية؟ أنت كويس؟ طب قولي بس فيك إيه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. طب ممكن لو سمحت ما تتعبش نفسك تاني؟ حاضر. مش هتكلم معاك امبارح، قلت اسيبك تهدي شويه. انا فعلا غلطت واتسرعت في الكلام اللي انا قلته، بس ده ما يستدعيش يعني ان انت تفسخ خطوبتنا. خلاص بقى يا مالك، ما تصعبهاش على نفسك وعليا. انا خدت قرار في الموضوع ده. يعني انت كده سبتيني فعلا؟ ايوه، مهما قلت او عملت مش هرجع لك تاني. طب والفيلا اللي انا اشتريتها في الكومباوند اللي انت ساكنه فيه، والتشطيبات اللي اخترتيها كلها على ذوقك، العمال شغالين ليل نهار، اعمل ايه انا بكل ده؟ معلش، هتلاقي واحده تانية تعيش معاك في الفيلا دي. واحده تانية؟ لا على فكره الموضوع مش بالبساطه دي. انا مش لعبه في ايديكي، انا عملت حاجات كتير قوي عشان خاطرك. استحملت عصبيتك عليا وبرودك معايا ومود الحزن والكآبه اللي كنت دايما معايشاني فيه، واخوك البيئه اللي الله اعلم ايه اللي بيدور في دماغه من ناحيتك. مش مالك صفوه اللي يتساب بالطريقه دي لينا. اتفضل. كم سكر؟ لا ما بشربش خالص شكرا. عاجبك المكان؟ اه جدا. بتيجي هنا كتير؟ لما بيعصلك عليا الشغل باجي هنا كتير. بقعد افكر تقدري تعتبري ان هو ده مكاني السري؟ طب ولما هو ده مكانك السري جبتني معاك ليه بقى؟ انت بجد مش عارفه؟ كلهم في الشغل بيقولوا ان انا احسن واحد بيعمل برزنتيشن، اقدر ارقص واغني واعمل كل حاجه واتنطط في الاخر ببيع الشغل. وباجي عندك انت ولساني بيتربط ما بعرفش اقول اي كلام من اللي جوايا. احمد احنا اتاخرنا، البريك خلص ولازم نرجع الشركه، وانا مش عايزه حد يقول عليا كلمه بايخه يعني ويقولوا ان انا زوخت. ما حدش عارف يتكلم معاكي. بعدين ممكن ما تقاطعينيش بس وسيبيني اكمل الكلام لاخره. بلاش يا احمد. احمد انت حد عزيز عليا، في حاجات ممكن تتقال تبوظ علاقة صداقة كويسة، وانت صداقتك أغلى عندي من حاجات كتير في حياتي صدقني. ليل اهو مش قلتلك بيرنوا علي، لازم ارجع الشركة بقى. هتيجي معايا؟ لا انا هقعد شوية. ماشي، سلام مؤقتا. بصي يا موري، انا عايز اعمل فرح ما تعملش قبل كده، عايزه اعمل حاجه جديده ومختلفه، عايزه الناس تخرج منه وتقعد تحكي عنه سنين. ولا ايه رايك في الهانيمون؟ نروح برشلونه وبعدها روما وبعدها تايلاند. ياي دي هتبقى تحفه. ايه ده؟ وانت فاكره شعري بجد ولا ايه؟ في امور يعني، واحنا هيبقى ورانا ايه؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ايه في ايه؟ بشوف ايه اهم مني ومن الهانيمون وفرحنا. تشيك بليز. بقول لك ايه؟ انا مش فايق لك، ما تخنقنيش بقى. مش فاضي انا بقى الافراح ولا هانيمونز ولا الكلام ده كله. شوف انت عايز تعملي ايه واعملي. ايه؟ تيجي معايا ولا ايه؟ حالة مدام إلهام اتحسنت قوي الحمد لله.
بعد انتظامها على الدواء مع جلسات العلاج. طب الحمد لله. محاولة الانتحار اللي مرت بها دي خلت عندها رغبة حقيقية في التعافي. يعني حضرتك شايف انها ممكن تستحمل لو فتحتها في موضوع علي؟ شوف حضرتك، بصراحة الموضوع مش سهل خالص، خصوصا بعد تعلقها الشديد بالولد ده لدرجة انها تفقد الرغبة في الحياة لما مشي. لكن انا برضو ضد فكرة خداع المريض بصفة عامة، حتى لو الحالة صعبة. ولو لقيت حضرتك فرصة وطبعا طريقة مناسبة تبلغها بيها فيستحسن تعمل كده. في الحقيقة انا كل ما اجي اكلمها ببقى متردد لاني خايف عليها من الصدمة، ما مش عارف رد فعلها هيكون ايه. انا نفسي تعبان ومكتئب من ساعة ما عرفت ان حفيدي توفى ومش هيرجع تاني، فما بالك بقى بشعورها هي لما تعرف. انا طبعا متخيل لحضرتك فيه، الله يكون في عونك. وفي نفس الوقت صعبان عليا انها تفضل كده مخدوعه في الولد النصاب ده اللي فاكره انه ابنها، عماله تحبه وتدلعه وتخاف عليه. فكر في الموضوع بطريقه تانيه يا محمود بيه. يعني مثلا لو هي اكتشفت الحقيقه لوحدها دي اللي هتبقى مشكله اكبر، صدمه في كل اللي حواليها. وقتها ممكن طبعا تنتكس وما نعرفش نلحقها. ربنا يستر. انا عايز افهم، العبط ده انت واخداه وراثه ولا موهبه ربانيه كده مولوده بيها؟ كنت عايزه اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه يعني؟ واحد واخدك ما كانش عادي وبيشربك نسكافيه اتنين في واحد وبيحط لك السكر بايده، تقومي حاشه كلمه في زور الراجل وما تخلوش حتى يقولها؟ هو ده الصح يا ناهد؟ انا مش عايزه اعلق حد بيا وانا ما فيش جوايا حاجه ناحيته. كمان احمد مش اي حد، ما كانش ينفع اسيبه يقولها واجرحه او بسبب موضوع زي ده اخسره. يعني لو بيحبك بجد مش هتخسريه. فكري كويس يا لول، لسه قدامك فرصه. وبعدين على راي المثل، خد اللي بيحبك وما تاخدش اللي بتحبه. اسمعي مني، مش هينفع يا ناهد. انت لسه بتفكري في مروان؟ لا مروان ولا غيره، انا مركزه في الشغل ومستقبلي وبس، ومفيش اي حاجه تانية. خشي في عيب يا بنت خشي، اقطع دراعي لما كنتش لسه بتحبي مروان. لا بقول لك ايه، بلاش غوامه النهارده وحياه ابوكي. ده انا مفرفشه ومزقططه ومنعنشه اخر حاجه، مش طالبه معايا دراما خالص والله. ليه حصل ايه يعني؟ استني هوريكي. ايه ده يعني؟ مش فاهمة. ده الفيديو اللي اشتركت بيه في مسابقة رقصة العرب الموسم الجديد. يا لهوي يا لهوك ليه بس؟ طب هتعملي ايه مع خالته يا فلحة؟ مش هتعرف طبعا. لو وافقوا عليا وبعتولي هقولها ساعتها. بس والنبي يا لولا، لغاية ما ده يحصل عايزاكي تدعيلي، ادعيلي ربنا يوفقني وارفع اسم مصر. يا رب يرفضوكي. تدعي عليا يا لولا؟ هما كده أعداء النجاح. أنا كنت عارفة إنك زي ماما بالظبط، عايزاني أفشل ومحققش حلمي. بس بكرة تشوفوا، بكرة تشوفوا إنها درستم وهي قلب العالم كله بموهبتها. يا مكلكعين، ولا كلمة ما اسمعش منك كلمة طول ما أنا في الأوضة هنا. مش عايز أسمع لك حس خالص، اتفضلي خش نام. أنا يهديكي. بس ما عندهاش دم. خير؟ عايز تتكلم معايا في ايه؟ طب اقعدي الاول. اقعدي. تشرب ايه؟ لا انا عايز اعرف انت عايزني في ايه عشان انا مستعجله قوي. طيب قبل اي حاجه انا عايز اعتذر لك عن اي سوء تفاهم حصل ما بيننا قبل كده، وعايز افتح معاك صفحه جديده. اشمعنى؟ عشان احنا الاثنين دلوقتي هدفنا واحد. لا انا مش فاهمه كلامك، انا ما بحبش الالغاز دي، ممكن توضح؟ أنا عارف إن أنت كنت على علاقة بمستر راجل وهو سابك بطريقة حقيرة بصراحة. بقول لك يا مالك، يا تقول اللي عندك وتخلص يا إما هسيبك وأمشي. ماشي. مستر راجل كان بيعمل تجاوزات كبيرة أوي في الشركة، وبما إن أنت كنت السكرتيرة بتاعته أكيد عندك معلومات. أنا عايز أعرف كل حاجة كان بيعملها عشان أكشفه. لا يا راجل. طب بص يا حبيبي، قول للراجل اللي بعتك إن بسمة للأسف ما بيضحكش عليها،
وان هو قريب قوي هيتفاجئ مع الكل لما اعلن عن الفضايح اللي انا ماسكاها عليه. ماشي؟ على فكره انا ولينا سيبنا بعض، فسخنا خطوبتنا خلاص. الكلام ده بجد ولا بتسرح بيه؟ حس كده بقى الكلام اختلف. لو عايز تعرف اللي عندي لازم تثبت لي الاول حسن نيتك. ازاي؟ بسيطه، هتشهد معايا ان راجل كان بيتحرش بيا. علي نفسه يسافر يتعلم بره، وبصراحه لما فكرت في الموضوع لقيت ان عنده حق، عشان كده انا هوافق انه يسافر، بس هسافر معاه. ما تقولش اي حاجه، انا فكرت في كل الترتيبات في البيت وفي الجمعيه عشان خاطر يا بابا. اصل احنا لو فكرنا فيها هنلاقي ان علي ما خدش فرصته في التعليم زي اخواته، يعني من حقه ياخد الفرصه دي، وانا بصراحه مش هقدر اسيبه يبعد عني تاني. وموضوع خطوبه لينا اللي جه يتفسخ ده سهل عليا كل حاجه، عشان كده انا فكرت ان انا ممكن امشي كل حاجه في الجمعيه وفي البيت بالتليفون. ها الهم. صدقني يا بابا صدقني الموضوع سهل، وبعدين طبعا هيبقى فيه اجازات، انتوا تجولنا واحنا نيجي. ساكت ليه؟ ما ترد عليا. الهم يا حبيبتي، في موضوع مهم وكنت عايز اكلمك فيه من فتره. خير يا بابا؟ في ايه؟ بس عايزك توعديني الاول انك تهدي وتمسكي اعصابك. حاضر، بس انت قلقتني في ايه؟ الولد ده طلع مش علي. ولد مين اللي مش علي؟ الولد اللي انت فاكراه ابنك مش علي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ الحقيقة يا بنتي للأسف الولد ده انتحر شخصية علي وقدر يضحك علينا كلنا. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ هو علي مزعلك في حاجة؟ عمل حاجة ضايقتك؟ أنا عارف إن الصدمة كبيرة وإنك أنت اتحملتي كتير، بس أنا متأكد إنك أنت هتقدري تعدي الموضوع ده كمان. صدمة إيه اللي هعديها يا بابا؟ علي ده ابني، من يوم ما ظهر وعلي ابني كل حاجة بتأكد إن علي ابني. الصورة والسلسلة وتحليل الدي ان ايه؟ أول ما شكيت كنت بقول نفس الكلام اللي أنت بتقوليه ده، ولما زاد الشك طلبت من كمال يشوف الموضوع ده ويحاول إنه يعيد التحليل مرة تانية من غير ما أي حد ياخد باله. النتيجة تلعب فيها. أنا ما حبيتش أقول للحد لحد ما أعرف مين اللي ورا الموضوع ده، خصوصا إن أنا كان عندي شك إنه بني آدم قريب مننا أوي. لحد ما عرفته راجي مش كده. ليه؟ ليه عمل كده؟ بيقول انه عمل كده عشان خاطرك. عشاني انا؟ عشان تبطلي تدوري على علي. لا 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 اكيد انا بحلم، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. ازاي؟ طب عارف يزور التحليل؟ السلسله جابها منين؟ بيقول ان البوليس اداها له. بعد ما لقوا جثة علي